وصول فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث في استقباله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. وكما تشاهدون مشاهدينا الكرام، بين الدولتين فإن المملكة العربية المتحدة الأمريكية والسلام الملكي للمملكة العربية السعودية يعزف الآن احتفاء واستقبالا للضيف الكبير، حيث وقع الملكان اتفاقية مؤقتة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما. على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث تطورات